تعالوا نقول لسعد سمير كل سنة وانت طيب. سعد سمير اعتقد يعني من اللعيبة المميزة جدا جدا في النادي الاهلي، بيحتفل بعيد ميلاده، يمكن الجهاز الفني النهاردة واللعيبة كمان في مقر الاقامة حرصوا على الاحتفال بعيد ميلاد سعد سمير قبل التمرين. حرص كمان الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف على تهنئة النجم المصري الكبير سعد سمير مدافع النادي الاهلي بعيد ميلاده رقم 32، ونشر زي ما حضراتكم شايفين على الحساب الرسمي لمسابقات الاندية الافريقية التابعة طبعا للكاف على تويتر صورة سعد سمير امام كاس افريقيا، وهناه بمناسبة عيد ميلاده، وكان قال عيد ميلاد سعيد لمدافع النادي الاهلي سعد سمير. وذكر الكاف انجازات سعد سمير القاريه مع طبعا النادي الاهلي، يمكن حصل سعد سمير على دوري ابطال افريقيا 3 مرات، كاس السوبر الافريقي 2 مرات، الكونفدراليه 1 مره. يعني عايز اقول لكم سعد سمير بصراحه، انا اعرف سعد وهو يمكن عنده 20 سنه، سعد سمير تطور هائل جدا على مستوى الشخصيه، على مستوى الاداء. سعد سمير من اللعيبة المميزة جدا جدا، يمكن كان عنده سوء توفيق شوية في الإصابة، لكن يبقى سعد سمير راجل في الملعب وخارج الملعب. سعد سمير بيقوم أدوار أكتر من رائعة على مستوى كباتن الفرقة، على مستوى التحفيز، على مستوى السبورت للفرقة، ده شيء مهم جدا. وأي وقت سعد سمير بينزل فيه بيأدي بشكل أكتر من رائع. زي ما بقول لحضراتكم الشخصية دي كانت بتبان من هو صغير. سعد وهو عنده 20 سنة كان معانا في منتخب الأولمبي، بيظهر شخصيات، بتظهر زي سعد، زي حجازي، زي النني، زي صلاح، يعني زي مروان، نتكلم على الشناوي، بنتكلم على الموهبة لما بتظهر من بدري. سعد سمير من المواهب الكبيرة جدا جدا في الكرة المصرية، حظه شوية سيء مع الإصابات، لكن دايما بيعود وبيعود بقوة. يعني سعد سمير وكمان عنده دور مهم جدا في أوضة اللبس، زي ما بقول لحضراتكم مع كل الكباتن بنقول لسعد سمير كل سنة وانت طيب، 32 سنة بخير وسلام، وإن شاء الله اللي جاي يا سعد يكون أفضل. سعد سمير صخرة الدفاع الأهلوية القادمة.